لو النادي الاهلي اراد ان هو يبقى معاه حاجه دوكيومنتد او حاجه مسجله صح. ان هو هتقدر تجيبها له ازاي من غير الاعاده؟ طيب لو المباراه دي فيها فار كنا هنعمل ايه؟ ما بهزرش صح والله صح هنعمل ايه؟ والله صح. كلها اسئله منطقيه لو حد لا وكمان يبقى. لا احنا بنقول كمان احنا خلاص اللي حصل حصل احنا مش بنقول كده عشان الماتش اللي فات خلاص احنا عايزين اللي جاي احنا الماتش ده هيتقام حلاوته بقى يا كابتن حسين الماتش ده على فكره في ميزه عندنا والله وبرضه هنتكلم فيها في الجزء الفني ان النادي المريخ مشكورا طبعا يعني حافظ على العلاقات وبحييهم بصراحه نادي المريخ ناس جميله جدا 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 واللعيبه عايز اشكر اللعيبه عشان كان في عندهم هجمه في الدقيقه 88 وكان طاهر واقع طلعوا الكره بره راحوا طالعين الكره بره تصرف غايه في الاحترام. لا نادي المريخ والهلال كلهم صراحه يعني لازم دايما التنافس في الملعب شيء والتنافس وان جنب العلاقات دايما اللي ما بيننا العلاقات اهم مزبوط. بكتير من نتيجه المباراه اللي عايز اقوله الميزه ان هم هيلعبوا ماتش بتاعهم في استاد السلام انه فنين وحاجات كتيره جدا هيتعدوا كوبي وبيست هو بنفس الظروف بنفس اللبس بس طبعا اكيد مليون في الميه التحكيم هيختلف والمخرج هيختلف فنتمنى ان الاخطاء اللي احنا بنرصدها لا مش عارف اوعدك تعالى اوريك حاله ثانيه اول حاله معانا حاله تحكيميه حاله للحكم برضو ده بياكد برضو ان الحكم كان هيلدر مارتينيز كان ضعيف جدا يعني بص حضرتك كابتن اسلام الكره هنا دي فاول للنادي الاهلي بص قفشه لو لعب الكره دي هيتلعبت فعلا قفشه لو لعب الكره دي لاحمد عبد القادر ومش اوفسايد لا فانت فين مبدا الف ب تحكيم مبدا تحت الفرصه وقف الكره ولعب تحت الفرصه انت هات الصوره اللي بعدها بص الكره فين هنا بيبين لك ان هنا مفيش تسلل او اللعيب مغطي الكره اتلعبت بتاعت قفشه يعني راح انفراد كمل راح انفراد خلاص الحكم راح مرجع الفاول فاول ايه يا عم دلوقتي ده في تحت فين تحت هو ضعيف الله ينور عليك هيلدر هو ضعيف لا هو حكم ضعيف بصراحه ويعني كان عنده اخطاء كتيره في المباراه منها ركلتين جزاء واضحين ركله واضحه بتاع هي اللي ما اتعادتش دي انا مش متاكد منها بنسبه 100% مش هتاكد منها تاكد منها ازاي لكن الثانيه دي بصراحه بس باينه يعني فيها من ورا الثانيه دي معلش برضو خلي بالك انت بتشوفها من ورا لكن برضو لما تيجي الاعاده من الجنب اليمين والجنب الشمال صح بتوضح اكتر طبعا بتوضح اكتر بتبقى واضحه بالنسبه لكن الثانيه ما فيهاش كلام يعني الثانيه اللي اتعادت بعد ربع ساعه ولا 10 دقائق دي 10 دقائق بنكون دقيقين اللي اتعادت بعد 10 دقائق دي فعلا ضربه جزاء واضحه وده ياكد كلام يعني وده ياكد كمان ان احنا خلاص بقيناش يعني ما اعتقدش في اي حد دلوقتي عنده شك في تقنيه الفار فعلا انت من غيرها في مشكله تخيل ان انا في سنه 6/3/2022 نعم. اتكلم ان مفيش تقنيه فار في افضل بطوله في او اهم بطوله او اكبر بطوله في القاره الافريقيه نعم. وفي نفس الوقت بتكلم عن اعادات ما بتتعادش صحيح في التلفزيون صحيح. يعني بغض النظر عن مين هو بيتشجعش وبيشجع والكلام ده كله لكن انت بتتكلم عن اقل الامور اللي يجب ان انت تاخدها في مثل هذه المباريات اللي هي الاعاده مش موجوده واقل الامور اللي يجب ان انت تبقى معاك اللي هي الفي ار واللي وعد بيها رئيس الاتحاد الافريقي وقال قبل ما يتم انتخابه طبعا قالك من السنه الجايه هيبقى فيه وما حصلش ده كل الوعود اللي موتسيبي وعد بيها قبل الانتخابات وساعة الانتخابات مفيش ولا وعد اتنفذ لغايه دلوقتي يعني كل الامور اللي هو وعد ان التطوير اللي هيحصل سواء في بطولات الانديه او بطولات المنتخبات مفيش اي شيء احنا ملاحظينه حتى كنت مع بعض الاخوه المغاربه في لقاء اذاعي عندهم في الاذاعه وكان معانا برضو بعض الاصدقاء الصحفيين من فرنسا صحفيين فرنسيين يعني مستعجبين تماما قالوا ايه الفرق ما بين فتره موتسيبي وفتره عيسى حياته ايه الفرق يعني فرقت في ولا احمد ايه الفرق ايه الفرق يعني فرقت في ايه في اي اختلافات أي. فاحنا في الاخر عايزين احنا هنا بنرصد الاخطاء يا كابتن اسلام املا في الاصلاح صح. وليس في الترصد احنا ما نترصدش لحد ولكن نتمنى من المخرجين انه يعرف ان ماتش الاهلي ده بيتفرج عليه الاف الالاف وبالتالي محتاجين ان هم يتاكدوا ويستمتعوا ان انا عايز النهارده دي حاجه بتفرج عليها عايز ولو سمحت لو انت ما بتشجعش النادي الاهلي حط الموضوع بره سيبك من ان انت بتشجع النادي الاهلي او ما بتشجعش انت بتتكلم عن بلد وبتتكلم عن اعادات لو حق الرجل المشاهد او الضمير المهني بيقول ان انت لازم تعيد هذه اللقطه بغض النظر بتشجع ما بتشجعش بتحب ما بتحبش دي حاجه مهمه جدا بعدين لو الموضوع هيبقى صعب او كده لو حد كده يديه لزميل تاني يقدر يعمل كده والله مش بهزر ده ليه ما هو قادم انا ما بديش نصايح ما اقدرش لان دول اساتذتنا وناس كبار وكل حاجه ولكن انا بتكلم بمنطقيه وعقل يعني اللي هو
اقل حاجه مش عارفين ناخدها، اقل حاجه وانت قاعد بتتفرج على المباراه انت مش عارف تاخدها، فبالتالي صعب جدا 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 ان انت تقول لي اصل انا ما بحبش، اصل انا بحب الكلام اللي بيتقال ده. ومليون في المية كمان المجموعه اللي قاعده في الكنترول مع المخرج، اكيد اكيد في كاست موجود وفي فريق وفي يعني فريق موجود مع المخرج في غرفه الاخراج، اكيد بيتابعوا اراء الناس على السوشيال ميديا، كل واحد ماسك موبايله اكيد ممكن يبص ده في الشوط الاول الناس بتنتقدنا عشان كذا، ده في لعبه جت في الدقيقه 55 فما ينفعش ان احنا نقررها في الدقيقه 70 او 80 صح. يعني معاك وقت حتى في والماتش شغال ان انت ممكن تتدارك الخطا اللي انت وقعت فيه. ونتمنى ان شاء الله احنا عندنا مباراه سان داونز في بريتوريا يوم السبت، وهنرجع اعتقد هنلاعب المريخ تاني بنفس الظروف، نتمنى ان المشاكل اللي حصلت في المباراه من خصوصا مشاكل تقنيه يعني ما تتكررش تاني، ان مفيش فار بالظبط على الاقل يبقى عندي حاجه اقدر صحيح استنى